حماتي بتعايرني بموت عيالي الخمسة وبتقولي انت السبب لاني. مساء الخير، انا مروة ماجد ودي قناتي، واوعدك ان حكاياتي مش لتضيع وقتك، بالعكس وعد مني ان كل حكاية ليها هدف وحكمة هتفيدك في حياتك ولو بواحد في المية. لو عجبتك الحكاية ما تنساش وجودك معانا يسعدنا ورأيك يهمنا. وليد اعمل حسابك كده خلاص، واظن انك عملت اللي عليك وزيادة معاها. مها لازم تتطلق وتتجوز احسن منها، دي خلاص خربت بيتك وكانت السبب في انك خسرت عيالك الخمسة. معلش يا امي ارجوكي الكلام ده مش وقته خالص، مها لسه والدة والجرح تعبها قوي المرة دي، كفاية عليها ان العيل الخامس كمان راح، يبقى لازم اكون انا رحيم بيها، مش معقول يعني هكون انا والزمن عليها. لا يا وليد اعمل حسابك، لو ما اتطلقتش ودلوقتي حالا يبقى انت لا ابني ولا عرفك، واعمل حسابك هيكون قلبي غضبان عليك ليوم الدين. طيب حتى يا امي استني لما نرجع البيت، معقول اطلق مراتي واحنا في المستشفى؟ يرضي مين ده بس يا ربي. ارجوك يا امي بلاش تصغريني قدام عمي ومراته، خلي الكلام في الموضوع ده لما نروح البيت. ومها تشد حيلها كده وترجع تقف على رجليها تاني. هي انت هتتجنن ولا ايه؟ هي تقف ولا ان شاء الله على النعمه وقفت؟ هو انا لسه هستنى لما ترجع البيت تاني وتحمل تاني وتموت ابنك تاني؟ كفايه بقى، لو مكسوف منها يا اخويا ادخل انا حالا اقول لها ما ترجعش بيتي تاني وتروح لحالها، كفايه قوي كده لحد هنا. يا عالجبروت، معقول معقول في حد ممكن يكسر بخاطر مرات ابنه بالشكل ده وفي الظروف الحرجة دي؟ واضح ان مها ووليد حكايتهم حكاية. مها ووليد اولاد عم، من صغرهم بحبوا بعض قوي، اتفقوا على الجواز. مها والدها طيب جدا ووالدتها ربتها احسن تربية، وليد كمان ونعم الزوج. مها ووليد خلصوا الجامعة سوا واشتغلوا في شركة واحدة سوا، وزي ما بيقولوا كده بنوا بيتهم طوبة طوبة، وبعد الجواز بكام شهر بدأت تظهر المشكلة. مها هانتي يا مرات ابني، صباح الخير يا اختي، برضو رايحة شغلك زي كل يوم؟ صباح النور يا طنط. ايوه طبعا، لو حضرتك عايزة حاجة من السوق قولي وانا اجيبها لك معايا. ايوه يا اختي عايزة، بس اللي انا عايزاه مش هينفع تجيبيه من السوق يا عيون طنط. خير يا طنط قولي طيب وانا هدور لك عليه. عايزة عيل يا مها، عايزة عيل يا اختي يشيل اسم ابني ويملى عليا البيت. انت خلاص داخلة في 6 شهور متجوزة، وانت وجوزك حاطين ايديكم في المية الباردة، وانا اللي عايشة على نار. هتجنن يا اختي، هتجنن على حتة عيل. عرفتي بقى ان اللي انا عايزاه مش ينفع تجيبيه من السوق يا مرات ابني؟ والله يا طنط انا وليد مش فكرنا في الموضوع ده، يعني احنا لسه عرسان وان شاء الله ربنا يكرمنا بالخلفة وبإذن الله يملوا علينا البيت. المهم بس حضرتك ادعيلنا كتير وبإذن الله ربنا يستجاب لدعواتك. ايوه يا بيت، ايوه يا بنتي يا مسهوكه، حطيني في جيبك يا اختي. عموما اعملي حسابك النهارده ترجعي من شغلك تتغدي، وانا وانتي هنروح للدكتور. انا ما عنديش صبر لاكتر من كده، ووليد ابني غصب عن عينه وعين اللي خلفوه. اسمع كلامي، انتي فاهمه ولا لا؟ حاضر يا طنط، ولو ان الموضوع كله نصيب يعني ووقت باذن الله، بس كلام حضرتك اوامر طبعا. ايوه كده يا اختي، حضر لك الخير يا مرات ابني، انا عارفه انك مؤدبه يا بت ومتربيه كمان، امال انا اخترتك من وسط بنات العيله كلها ليه؟ يلا يا حبيبتي روحي شغلك ربنا يسهل لك امورك. وراحت مها الشغل ورجعت بسرعه، جهزت الغدا واتغدت، وعرفت وليد ان والدته عايزاها تروح للدكتور. وطبعا وليد بيسمع كلام والدته جدا، وهو كمان نفسه يفرح قوي بالعيال،
ولكن ربنا لسه مش أراد، ولبست مها ونزلت لحماتها اللي أخدتها وراحت للدكتور. وبعد الكشف والتحاليل الدكتور خرج وقال: أولا يا حاجة ألف مبروك على جواز وليد، وثانيا عاوزك تطمني خالص، العروسة زي الفل وبإذن الله مسألة وقت مش أكتر، وبكرة تفرحي بعيالها، أهم حاجة بس الحالة النفسية، وأظن إن وليد وحيدك وأنت مش عايزة غير سعادته. طبعا يا دكتور وليد ده ابني الوحيد، بس يا دكتور أنا عايزك تشوفي أي دواء يسرع بالموضوع شوية، ربنا يسترك، أنا بموت كل شهر لما أعرف إنها لسه ما حملتش. خلاص يا حاجة علشان خاطرك هكتب ليها شوية فيتامينات ومنشط خفيف كده، وبإذن الله تفرحي قريب قوي. هايوة كده يا دكتور شاطر، أنا برضو جبتها لك علشان أنت طول عمرك شاطر ودكتور العيلة، ربنا يا أخويا يفرحنا ويجيب الفرج على إيدك بإذن الله. شكرا يا حاجة، وخلي بالك زي ما قلنا أهم حاجة العامل النفسي، يعني مش عايزين توتر على الفاضي. تمام يا أخويا تمام، ما تخافش ولا هسألها عن الحمل تاني، براحتها بقى ما دمنا اتأكدنا انها سليمة يبقى يجي براحته. وخرجت الحما مع مها، ولكن طول الطريق تقول لها: لازم تستعجلي نفسك، انا هموت واشوف خلفتك. ومها المسكينة بتسمع الكلام وتسكت خالص. ورجعت مها البيت وقعدت مع وليد اللي كانوا متفاهمين جدا جدا جدا، عمرهم ما حصل ما بينهم ولا مجرد اختلاف في الرأي بسيط. وتمر الأيام وتبان البشارة، وفي يوم مها نازلة تجري على السلم وتنادي على حماتها وتقول: يا طنط يا طنط افرحي يا طنط أنا حامل. بتقولي ايه يا بيت؟ اوعي تكوني بتهزري ولا بيتهيألك، احسن وراس ابويا اقطم رقبتك. هاي المواضيع دي ما فيهاش هزار يا مرات ابني. لا يا طنط والله العظيم انا كنت شاكه، بس عملت اختبار واتاكدت، وحضرتك كمان ممكن اوريكي الاختبار، والله العظيم يا طنط طلعت حامل حامل، قولي الحمد لله افرحي يا طنط. ألف نهار أبيض يا أختي، ألف نهار مبروك. بقولك إيه يا بيت، خلي بالك من نفسك، سيبك من الشغل والتعب والفرهدة دي. أهم حاجة العيل اللي جاي في السكة، وإحنا يا أختي مش عايزين فلوس الشغل إنما عايزين العيل، أنت فاهمة يا بت يا مها ولا لأ؟ خلاص يا طنط هروح النهاردة بس، وبإذن الله من بكرة هاخد أجازة وأقعد وارتاح في البيت. وفعلا نفذت مها الأوامر وأخدت أجازة، وعدت شهور الحمل على خير وصحتها كويسة جدا، وخلاص جه اليوم المنتظر. يا وليد الحقني يا وليد، أنا شكلي بولد، هموت يا وليد الحقني اصحى. ايه بس يا مها في ايه؟ عايزة انام شوية، بقالك أسبوع تعبانة، وأقولك تعالي نروح للدكتور تقولي لي أمك بتقول لسه بدري، هي أمي يعني هتعرف أكتر من الدكتور. لا اسكت يا وليد مش وقته خلاص كلامك ده، نادي مرات عمي ناديها بسرعة، يلا عرفها اني بولد. وبسرعة كانت الحما طلعت لمها وهي فرحانة قوي، وأخدوها على المستشفى، وهناك الدكتور قرر انها تدخل حالا غرفة العمليات. والدت مها وحماتها بيدعوا ليها، ووليد كمان قلبه هيقف من الخوف عليها وبيدعي انها تطلع بالسلامة. واخيرا بيخرج الدكتور وبقول: الف مبروك، الام والطفل بخير، وربنا رزقكم بولد زي القمر. وهنا عالية الزغاريد علشان تعرف الدنيا كلها ان وليد ومها جالهم بيبي صغير، وكانت اسعد ايام حياتهم. لكن للأسف الأيام الحلوة مش بتفضل كتير، والأيام الوحشة شكلها كده بدأت بدري قوي مع مها ووليد. يوم السبوع والكل فرحان، الحما بتدخل تقول: مها انت يا مرات ابني، يلا يا حبيبتي كل ده نوم؟ معقول كده؟ انت ما تعرفيش ان النهاردة السبوع ولازم نحضر كل حاجة من بدري؟ محبش انا بقى الست الكسلانة،
قال على رأي المثل، ما تبانش البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة. قومي يا مرات ابني، قومي يا أختي وبلاش كسل. أيوة يا طنط، صباح الخير. معلش راحت عليا نومة، أصل الولد طول الليل بيعيط، تعبني قوي معاه ومعرفتش أنام منه، وتقريبا كده تعب من كتر العياط ونام مش حاسس بنفسه. لا نايم ايه، يلا صحيه، عايزه اشوفه، وحشني من الايه ده، ما بقاش يعدي عليا يوم الا لما لازم اخده في حضني واشوفه. يلا يا اختي ادخلي صحيه وهاتيهولي كده اخده في حضني شويه. حاضر يا طنط، هصحيه حالا. وراحت مها تصحي البيبي، وبعد ثواني بتصرخ مها وبتقول يا طنط يا وليد هيلحقوني، الولد مش بيرد ولا بيتحرك. وبعد ساعة كان الدكتور كشف على البيبي وقال انه للأسف طير في الجنة. وهنا خيم الحزن على بيت مها ووليد، محدش فاهم ايه اللي حصل للبيبي، حتى الدكتور قال ان الوضع كان طبيعي جدا ولكن بإرادة ربنا. وتمر الأيام عليهم ولسه مها بتحاول تتعافى من صدمتها، والحمد لله بعد كام شهر ربنا أكرمها تاني بالحمل. كانت فرحانة وسعيدة جدا، ولكنها كانت بتحاسب على نفسها أكتر وأكتر وأكتر، لدرجة إنها استقالت من الشغل علشان ترتاح وتستنى مولودها اللي بتتمناه من الدنيا. والحما طول الوقت أوامر وتحكمات، عايزة تقول إن مها أهملت في البيبي الأول بس مش قادرة. وليد بحاول يخليها تنسى وتتحمل تحكمات أمه، وحبه ليها مخليها تقدر تتحمل أي حاجة. وليد أنت جيت يا حبيبي؟ إيه ده؟ معقول يا وليد كل يوم جايب هدايا وأكل جاهز؟ بجد كده حرام، كفاية عليك قوي مصاريف الدكتور. لا يا حبيبتي طبعا لازم اجيب كل يوم اكل جاهز علشان انتي ترتاحي، هو انا عندي اغلى منك انتي واللي جاي في السكة؟ انا بنام واصحى وانا بدعي ربنا انه يجي بالسلامة، عايز منك حاجة واحدة بس، هي انك تحافظي على نفسك وترتاحي على قد ما تقدري علشان يجي بالسلامة. حاضر يا حبيبي، وبإذن الله ربنا هيعوضنا، بس انا بصراحة كده حاسة ان والدتك زعلانة، او يمكن تكون حاسة ان انا السبب في اللي حصل للبيبي الاولاني، مع اني والله العظيم يا وليد ماليش ذنب، كنت مهتمة بيه جدا، واكيد يعني انا مستحيل ان اضر ابني، ولا انت ايه رأيك؟ لا طبعا يا مها، ماما بس زعلانة قوي عليه، انما مستحيل تفكر فيكي كده، وانا عارف انك بتقولي كده لانك حاسة ان معاملتها اتغيرت شوية، بس معلش بعد ما تولدي بإذن الله هتلاقي الأمور مشيت زي الأول وأحسن كمان. ومرت الأيام وولدت مها وجابت ولد تاني زي القمر وأحسن من اللي راح، والكل فرحان وسعيد. ولكن للأسف نفس اللي حصل قبل أسبوع، البيبي راح. مها ووليد هيتجننوا بس مش بإيديهم حاجة، وهنا الدكتور بيقرر إنه لازم يتم عمل بعض التحليلات للبيبي علشان يعرفوا سبب الوفاة. وطبعا الحما حزنها وصدمتها مش أقل من مها ووليد، يمكن أكتر بكتير، ولكن برضو مش في إيديها حاجة. لكن للأسف الحما كلامها جارح، وكل كلمة بتقولها كأنها طلقة بتصيب وليد ومها، ومها بالأخص. واستنى الكل نتيجة التحليل اللي أخيرا طلعت، والدكتور كلم وليد وراح له. وطلع الدكتور وقال له وليد أنا عارف إنك راجل مؤمن بقضاء الله وقدره، وعلشان كده عايز أسألك شوية أسئلة. خير يا دكتور في إيه؟ اتفضل اسأل. حضرتك بتتكلم كده ليه؟ قلقتني. بقولك إيه يا وليد، أنت عندك استعداد تعيش من غير أطفال طول العمر ولا تقدر تتجوز على مراتك؟ لا طبعا يا دكتور، مستحيل أتجوز على مها، دي بنت عمي وحب عمري، وأنا لا يمكن أعمل فيها كده، والأطفال كمان حاجة مهمة
واتمنى ان ربنا يكرمني بيها. انما ليه الاسئله دي بس يا دكتور؟ ارجوك طمني، لقيت ايه في التحليل؟ للاسف يا وليد يا ابني، انت ومها عندكم مرض جيني نادر جدا، وده طبعا لانكم قرايب. وللاسف 99% من الاطفال اللي هتحمل فيهم مها هيكون عندهم تشوه خلقي، لان مها عندها مرض جيني في الدم ومش متوافق مع دمك. انا اسف يا ابني، كان نفسي اقول لك اخبار تطمنك. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. مش ممكن بقى، معقول يا ربي؟ انا وهي بنحب بعض كفايه. لا، انا بحبها هي اكتر من العيال. انا مش عايز عيال يا دكتور، انا هقول لها كفايه حمل وولاده، صحتك راحت وانت لا بتخلفي ولا بتقعدي من غير خلفه. وبصراحه يا دكتور، انا صحه مراتي عندي اهم، واهم من الدنيا كلها كمان. خلاص يا وليد، يبقى لازم تعملوا عمليه حقن مجهري، ونختار الاجنه بعنايه شديده، بس طبعا العمليه دي هتكون مكلفه شويه، يعني ممكن تدخل في 200,000 او تزيد شويه. وليد صدمته كبيره ودماغه بتودي وتجيب، ورجع البيت مش عايز مها تعرف اي حاجه من اللي الدكتور قالها. ولكن وليد ما يعرفش ان الست والدته كلمت الدكتور واصرت تعرف التحليل طلع فيه ايه، وعرفت طبعا المشكله اللي فيها مها ووليد. لكن الحما ليها رأي تاني خالص غير رأي وليد، ومن الواضح ان الحما هتخلي ايام مها طويلة وصعبة قوي. ولو انت لسه قاعد معايا لحد دلوقتي، ما تنساش اللايك علشان القصة تترفع ما تنساش اللايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو. واستنوا، رايحين فين؟ هنكمل. وفي شقة الحما بتقول لمها: مها يا مرات ابني، بقولك ايه يا حبيبتي، مش المفروض تروحي بيت ابوكي تروقي دماغك شوية؟ انت لسه طالعة من ولادة وتعب. انا بقول يعني تروحي قيمة كده اسبوعين تلاتة تسعة، يعني لحد ما ترتاحي واعصابك ترتاح شوية. ازاي يعني يا طنط؟ امشي واسيب وليد لوحده؟ وهو برضو مستحيل يوافق على حاجة زي كده. ولا تكونيش حضرتك اللي عايزة تخلصي مني؟ على فكرة أنا عارفة إنك بتعتبري إن أنا السبب في موت عيالي، لكن والله العظيم أنا بعمل اللي عليا وأكتر، وعمري ما عملت حاجة ممكن تضرهم. لكن دي إرادة ربنا، وبإذن الله سبقونا على الجنة أنا وأبوهم، ويمكن كمان يكون خير لينا، أحسن ما كانوا يبقوا مشوهين ولا عندهم أمراض نادرة. أهم حاجة ان انا وجوزي كويسين مع بعض، احنا عمرنا ما زعلنا من بعض يا طنط. وياما ناس عندهم اطفال وبيتطلقوا علشان ما فيش استقرار ما بينهم، انما انا وجوزي الحمد لله كويسين جدا، وبنحب بعض قوي وبنحترم بعض اكتر. واظن اني ماليش ذنب في كل اللي بيحصل ده. وانا ذنبي ايه يا اختي؟ ها، رد عليا يا مرات ابني، ها انا ذنبي ايه؟ ما يبقاش ليا حفيد في الدنيا. وابني، ابني ذنبه ايه؟ انه يتجوز واحدة زيك دمها مسموم. ايه؟ دمها مسموم ازاي يعني؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا طنط؟ انت تعرفي حاجة وليد ما قالها ليش ولا ايه؟ يعني ايه الكلمة دي؟ هو الدكتور قال في حاجة غريبة في التحليل وانا ما عرفهاش ولا ايه؟ لو سمحتي يا طنط اتكلمي، اتكلمي، بلاش تخبوا علي حاجة تخصني لو سمحتي. ايوه يا اختي، عينة عيالك اللي حللوها طلعت بتقول انك عندك جين وراثة. قال ايه؟ علشان انت دمك مسموم انت وجوزك، عشان انتوا ولاد عم دمكم مش راكب على بعض. وبصي انا مش فاهمة، انا اللي فهمته ان انت دمك مسموم وما ينفعش تكوني ام، وابني لازم يتجوز تاني علشان يقدر يخلف. وانا بقول لحد هنا كفاية قوي، وانتي يا حبيبتي لو عايزة تخلفي الحقي نفسك، اتطلقي وخلي ابني كمان يشوف حياته، وخلف عيل واتنين. انا اصلا من زمان شايفة الجوازة دي ملهاش لازمة، بس نعمل ايه؟ نصيب بقى. مها سمعت الكلام واتصدمت، لان وليد عمره ما عرفها اي حاجة من الكلام ده.
وقررت مها إنها تروح بيت أبوها، ولكن وليد راح لها بسرعة وصالحها واعترف إنه خب عنها علشان نفسيتها ترجع كويسة تاني، وهو راضي بحكم ربنا. مها رجعت البيت وهي لسه زعلانة من أمه، ولكنها بتعمل بأصلها لحد دلوقتي. وطبعا الحما زعلانة قوي من حب وليد لمراته، وكل يوم والتاني تجيب له عروسة، لدرجة إنها بتعزم البنات في بيتها علشان وليد يشوفهم ويختار عروسة، واللي بتعمل الأكل والعصير هي مها. وفي يوم الحما حست إن مها متحملة كتير قوي منها، نادت عليها وقالت: بنت يا مها، ما تزعليش مني يا مرات ابني، أنا ابني غالي عندي قوي، وأنا ماليش من الدنيا غيره، ولازم أدور على عروسة بنت حلال يا أختي ليه. وانتي عايزة تقعدي أهلا وسهلا، ولو عايزة تمشي امشي، وأنا وعدك مش هجيب لحد سيرة أبدا، إنك يعني لا مؤاخذة دمك مسموم، اتجوزي أي حد والحقي عمرك يا بنتي، ده ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يبقى ازاي وليد ابني بيقول مها عندي اهم؟ صدقيني لو حرمتيه من الخلفة هيبقى كويس دلوقتي، لكن لما يكبر وشوف عيال صحابه بيجروا حواليهم هيكرهك يا بنت، وهيتمنى لو كان طلقك من زمان ولا حتى اتجوز عليكي. مها بتسمع الكلام وبتحس ان حماتها بدل ما تقول لها كلمة حلوة تطيب خاطرها، بتقول كلام يكسر النفس اكتر واكتر، ولكن برضو حبها الوليد وحبه ليها لسه مقويها. ومرت الايام وحملت مها لرابع مرة او خامس مرة الله اعلم، وتعدي الايام ونفس اللي حصل، راح الجنين في بطنها وتدخل في دوامة عمليات بعد القيصرية، وذل حماتها ليها يزيد، لدرجة ان يوم عيد الام مها جابت هدية حلوة قوي لحماتها ونزلت تقول لها كل سنة وانت طيبة، لكن ردة فعل الحما كان غريب قوي: صباح الخير يا طنط، كل سنة وانت طيبة، انا جبت ليك عباية حلوة قوي ان شاء الله تعجبك، النهاردة عيد الام وبإذن الله هعمل لك غدا من ايدي، هعمل لك كل الاكل اللي انت بتحبيه. عيد ام ايه بس يا اختي، فكري في خيبتك، روحي يا اختي لدكتور عدل ولا حوشي فلوس واعملي العمليه، انا مش عايزه منك هدايا، انا عايزه عيل يا مرات ابني، ولو مش هتقدري يبقى امشي وحلي عن سما ابني، انت زي ما تكوني عامله له عمل، مخليه الواد متعلق بيكي، انا لا يمكن لا يمكن اسكت على خيبه الامل دي، لو انتي مش عايزة عيال انا عايزة، وابني كمان عايز، انما انتي ارض بور. ايوة انتي ارض بور ودمك مسموم، ما تنفعيش ام ولا تنفعي ست من الاساس. يا طنط حرام عليكي، انا عرضت على وليد انه يروح يتجوز وهو رفض، وانتي طول الوقت معايرة على حاجة انا ماليش فيها ذنب، ولو دمي مسموم فابنك كمان عنده نفس الجين، انتي ناسية انه ابن عمي ولا ايه؟ ولو وليد عايز يتجوز عليا يروح يتجوز، ما عنديش مانع، يا ريت بقى يطلقني علشان انا بجد تعبت، وانا كمان ليا حق اتجوز واخلف زيه، اشمعنى هو يعني اللي يدور على حقه وانا ايه ماليش حق؟ الله يسامحك الله يسامحك يا طنط. وهنا بيدخل وليد: مها ايه الكلام ده؟ معقول احنا وصل بينا الحل كده؟ انت عارفه اننا في ابتلاء ولازم نكون قده، واتفقنا على كده، ايه بقى اللي غير رأيك وخلاكي تدخلي في نقاش زي ده مع امي؟ وليد ابني تعالى يا نني عين امك، شوف شوف مراتك اللي عماله تشتم فيا من غير سبب، وتقولي خلي ابنك لو كان راجل يطلقني، انما اعمل ايه؟ يا ريتك سمعتها يا وليد، دي بهدلتني شتيمه يا ابني بهدلتني. انا يا طنط قلت كل الكلام ده؟ مش انت اللي طول النهار تقطمي فيا وتعايريني وتقولي لي ان دمي مسموم والمفروض وليد يتجوز؟ انت اللي خليتيني اقول كده، انت اللي خليتيني اقول لك انه لو اتجوز يطلقني عشان انا كمان ليا حق اتجوز واخلف زيه. صح يا طنط، انت بتزودي الكلام ولا بتقولي الكلام اللي على مزاجك؟ خلاص خلاص يا مها، خلاص يا ماما لو سمحتوا،
مفيش جواز ولا طلاق يا مها، انا وانتي هنفضل مع بعض لاخر يوم في عمرنا. لا يا وليد، انا تعبت من المعايره وقله القيمه، ولو عايزني يبقى لازم نعيش بعيد عن والدتك. انا في بيت ابويا، لو عايزني هاتلي شقه بره بعيد عن امك، انا مش مرتاحه معاه. مع السلامه يا غندوره، مع السلامه والقلب داعيلك يا حلوه. يا ريتك كنت مشيتي من زمان قوي، كان زمان ابني عنده بدل العيل دسته. بكره يتجوز ست ستك، ست ست ستك كمان، بجد ست بجد يا اختي، مش واحده دمها مسموم. سمعت مها الكلام ومسحت دموعها ومشيت وسابت البيت، وبعد كام اسبوع تعبت قوي ودخلت المستشفى، وكانت بتمر بازمه جامده جدا وحالتها النفسيه مش احسن حاجه، وكل ده وهي عامله بلوك لكل ارقام وليد ما يعرفش عنها حاجه. واخيرا وليد عرف من والدته اللي حصل لها، وعرف كمان ان والده مها طالبه الطلاق لبنتها، ولازم يحل الموضوع، اما يرجع مراته وتقعد لوحدها او يطلقها وكل واحد يروح لحاله. ووالده وليد لسه مصره ان مها صفحه واتقفلت ولازم يتجوز غيرها، وكأن خلاص العقدة اتحطت في المنشار زي ما بيقولوا. وتمر الأيام، ووليد في ليلة صلى استخارة ونام، والصبح صحي وهو مرتاح قوي ومبسوط، وقرر قرار كان لازم يحصل من زمان. صباح الخير يا ماما، أخبارك إيه النهاردة؟ أهلا يا وليد يا حبيبي، صباح الفل. تعالى تعالى، جهزت لك فطار زي العسل، مش كنت تريح قلبي يا ابني وتتجوز ونجيب لك ست تشيل عني وتاخد بالها منك؟ اتجوز لي يا امي، ومها دي مش مراتي، ويا ما شالت عنك، ويا ما استحملت عصبيتي وعصبيتك، والاخر علشان ذنب ملهاش يد فيه نرميها كده. يعني ايه يا وليد؟ قصدك ايه يا ابني؟ اتكلم. قصدي ان مراتي هترجع وهتعيش لوحدها، وانا هخدمك يا امي، ولو هي عايزه تنزل تخدمك تنزل براحتها، لان زي ما انت امي هي كمان مراتي وليها حق عليا، وهنعمل العمليه اللي الدكتور قال عليها. انا اتصرفت في الفلوس، ومها عندها ذهب، هطلب منها انها تبيعه ونعمل العمليه، يمكن ربنا يكرمنا بذريه، ولو ما نفعتش العمليه هنجرب تاني وتالت وعاشر، ما دمنا حابين الحياه سوا. انا بصراحه مش ضامن ان اتجوز غيرها الاقي واحده تحبني وتحترمني كده. انا بحبها يا امي، ومستحيل اتجوز غيرها. كده يا وليد بتكسر كلامي؟ طيب يا ابني، عموما اعمل اللي ريحك، مش عايزه مراتك ولا عايزه منك حاجه، يلا سيبوني لوحدي. وبعد ساعات كانت مها رجعت بيتها، ومرت الايام بسلام، وباعت ذهبها وجمعوا الفلوس، واهل مها بيساعدوها وجهزت لدخول العمليه. الحما لسه زعلانه ومش عايزه تكلمها ولا تطلب منها اي حاجه. وفي يوم من الايام الحما كانت في الحمام وقعت ورجلها اتكسرت، وهنا مها نزلت ليها بسرعه وساعدتها انها ترتاح لحد ما تجبس رجلها، وطبعا محدش جنبها ولا بيخدمها غير مها. ومرت الايام والحما مكسوفه من نفسها، لان مها بتعاملها بطريقه كويسه جدا وبتخدمها بعيونها، وخلاص ميعاد العمليه قرب، ومها مشغوله على حماتها مين هيفضل معاها لو هي دخلت العمليه. وهنا بتظهر والده مها، الست الطيبه المحترمه اللي تبرعت انها تعيش معاهم فتره وتخدم الحما وتخدم مها كمان. ودخلت مها العمليه وتمت بنجاح، والحمد لله استقر الحمل. وتمر الايام. مها انت فين يا مها؟ بقالي ساعه بنادي عليكي. الحمد لله على السلامه يا وليد، معلش كنت برتب الاوض والسراير، انت عارف انا رايحه بكره اولد. ترتبي ايه بس؟ انت تعبانه ومش قادره وكده كتير عليكي، ارتاحي بقى وربنا يكملها على خير. وانا كمان مش عارف امي راحت فين بصراحه، الشقه تحت مقفوله.
آه حماتي نزلت السوق، أصلها أصرت إنها تشتري هدوم للبيبي. قعدت أقول لها استني بس لحد لما أولد نعرف ولد ولا بنت. قالت لي أبدا، لازم أنزل أشتري الغيارات كلها علشان أول هدوم يلبسها تكون تيتا اللي جايباها. ياه الحمد لله، شفتي بقى أم اتغيرت إزاي لما شافت إنك لسه بتعمليها بطيب أصلك وقلبك الطيب. أم طيبة قوي يا مها، بس نفسها تشوف خلفتنا. الحمد لله، نحمد ربنا، وبكرة بإذن الله ربنا يطمننا على البيبي. وتاني يوم ولدت مها، وربنا رزقهم بولد وبنت توأم، عاشوا كويسين جدا، ومها بقت عند حماتها أغلى من وليد ذات نفسه. فعلا شفت بقى لما بتعامل الناس بأصلك وطيبة قلبك ربنا بيرضيك، وآخرة الصبر جبر بإذن الله.